مكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية وبمحطتنا التالية. القضية الفلسطينية جوهر وأساس ثقافتنا، وكل إنسان من منبره قادر على إيصال الرسالة والتعبير عن حبه لفلسطين وللشعب الفلسطيني من معلم وجندي وفنان وإعلامي. معنا اليوم بالاستديو لنا كورية، عضو مجلس أمناء مؤسسة بدايات، اللي عبرت من خلال دعمها للمعرض عن حبها لفلسطين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم نور يا رب. صباح الخير لنا، اهلا وسهلا فيك. اشتقنا لك بعد زمان. شكرا. صباحك نور مدام رشا. اليوم عم نلتقي بموضوع اخر، اليوم عم نحكي عن محور المقاومه وعم نحكي عن القضيه الفلسطينيه. بدايه قبل ما نشوف كنترول عم يجهزوا لنا ماده لنطلع نشوفها، خلينا نحكي عن المعرض اللي كان موجود عندكم. صراحه نحن بمؤسسه بدايات، لانه هي مؤسسه اجتماعيه تنمويه، حبينا نشارك بشيء لو بسيط، يعني تعبيرا مننا للقضية الفلسطينية اللي هي بالأساس مثل ما بيقولوا تربينا لحنا انه صحيح. هي قضيتنا وشغلنا الشاغل وانه لازم ندعمها بأي شكل. بقى ارتقينا لحنا انه ما نعمل شيء اعتيادي، انه ما رح ننزل بمسيرة ولا صراحة رح نوقف وقفة شموع، قلنا انه خلينا نعمل شيء ثاني ايمانا مننا انه الغناء والرسم والشعر والكتابة هي دائما بتكون رسائل أقوى بكتير من أي شيء تاني، وبتوصل مدى الحضارة اللي واصل لها المجتمع اللي بينطلق اللي بيطلق هيك أمور. صراحة بقى قلنا بنعمل معرض للسيدة فيروز. ليش اخترتوا فيروز؟ طبعا فيروز لأنه هي رمز من رموز، مثل خلينا نقول أولا بانطلاقة من هي بتقول دائما نبوءة فيروز بأننا عائدون بال 55 وقت غنت اننا عائدون، بقى لحنا معه ومعروف الحب الرحابنه وفيروز وغنائهم من زمان للسوريا الطبيعيه اللي بتجمعنا كلياتنا سوا. يعني فيروز غنت لكل العواصم المجروحه، غنت وقتها لدمشق، غنت لبيروت، غنت للقدس، غنت لعمان، لبغداد. يعني فيروز هي رمز. وما بننسى كمان انه فيروز غنت لجبل الشيخ، وجبل الشيخ اللي هو المحور مثل ما بيقولوا اللي بيجمع فلسطين والشام وعمان، يعني انه فيروز وبيروت. بقى فيروز هي رمز صراحه من رموزنا، وصوتها الدافي ولغتها الحلوه جمعت الكل اليوم بكلماتها، جمعت الكل بالمحبه يعني. كمان وصوت الحلو اليوم من خلال المعاني اللي كانت تقولها طبعا فيروز. وانا ما بعتقد انه في حدا بيختلف على صوتها الحلو وعم معاني الاغاني تبعها الحلوه. صحيح. طيب قبل ما ننتقل عند ليلى بسؤال اخر، خلينا نشوف الماده لو سمحتوا، نشوف اجواء المعرض اللي كان ببدايات وكيف كان الناس موجوده ضمن المعرض. العنوان كان تبع المعرض هو تحية لفيروز، فيروز اللي القدس أهل القدس هدوها مفتاح القدس، بالتالي هي رمز، يعني هي رمزية اليوم بهالظروف اللي عم نمر فيها، بهالظروف الصعبة اللي عم يعانوا منها أهلنا بالأرض المحتلة بفلسطين وبغزة. فلحنا دائما الثقافة، أنا برأيي اليوم حربنا لحنا أنا برأيي هي حرب ثقافية، مو بس الفن التشكيلي، الفن بكل أنواعه، إن كان مسرح إن كان كتابة إن كان شعر، ونفس الشيء كمان الفن التشكيلي هو مسؤولين الصراحة إنه ينقلوا هالفترة والحقبة اللي نحن بنكون عايشين فيها، وكل المعاناة اللي بتصير بهالفترة هي مسؤوليتنا. يعني مثل كيف من زمان زمانهم وقت بالكهوف كانوا يلاقوا الكتابات والرسومات اللي تعبر عن حقبتهم، واللي بالفعل هي وصلت لنا الحياة إن كان اجتماعيا ولا إن كان سياسيا كيف كانوا عايشينها، يعني عن طريق رسومات الكهوف، ونحن كمان نفس الشيء هي مسؤوليتنا. مشاركة بلوحتين لفيروز، حبيت أعمل شيء مختلف عن بورتري فيروز أو شيء، حبيت أعمل شيء من أغانيها. فكانت أول فكرة لإلي هي، وما كان لسه صاير شيء بغزة، فكانت أول فكرة ومشيت بشوارع القدس العتيقة.
أستاذة لنا، يعني لاحظنا بالفيديو وجود أطفال كمان، قديش مهم نرسخ هذا الشيء للأجيال القادمة، وشو هو الهدف من هذا المعرض؟ صراحة أول شيء كمان بدي أشكر الفنانين اللي شاركونا، طبعا هم فنانين كتير مهمين وبتشكر جهودهم كتير، وفعلا يعني مثل ما بيقولوا كان في إبداع كتير حلو، ومنهم الأستاذ نبيل السمان، إسماعيل نصرة، علا الأحمر، جانو، كتير كان في فنانين، ومن ضمنهم الفنانين الصغار اللي عن جد كان لهم لفتات حلوة، وتفاجأنا أنه كيف ناقلين انه السيدة فيروز بكل معالمها الحلوة وناقلين القدس معها، يعني قاعدين يقدسوا لنا وشغلات حلوة كتير. نحن بس قلنا لما قلنا انه نحن بدنا نعمل هذا المعرض كانوا هن متشجعين لما عملنا، قال حبوا يشاركوا، ونحن عملنا لهم زاوية حلوة كتير، وفعلا كانت لوحاتهم مميزة، والصراحة هي أول لوحات حتى انباعت. بقى أنا كتير بقول انه نحن لازم ننتبه للأطفال دائما نشجعهم، ولازم نعطيهم مساحة الحرية اللي هن بدهم إياها، اللي عم يبحثوا عنا دائما ويعبروا عن مشاعرهم بطريقة أدبية حلوة، أو يعني الأدب تعرف إنه الفن بكل أنواعه، سواء بالغناء كان عنا مشاركة بالغناء كمان من الصبايا، وكان عنا رسوماتنا الأطفال الصغار الحلوين. اليوم كونا عم نحكي عن الأطفال عم نحكي اليوم عن زرعة للأيام القادمة، يعني طبعاً اليوم شو لفت نظرك بعمل الأطفال؟ شو أكتر شيء حسيت اليوم، وخاصة نحن بنقول طفل ورسم، عم نقول إنه إسقاط اليوم هذا الطفل عم يعمل إسقاط لروحه، لفكرة موجودة بعقله وإحساسه تجاه الشيء اللي عم بيصير، شو أكتر شيء كان ملفت بعمل الأطفال؟ صراحة أنا بدي أرجع لك على ناجي العلي، إنه كان مرة قال كلمة إنه للكلمة والخط المرسوم وقع أقوى من طلقات الرصاص. هي الجملة لقيتها بالأطفال، وأنا فعلا لفتت نظري إنه بالعادة الأطفال دائما إذا بتحسيهم شوي بدهم يكونوا عندهم عدوانية أو أي شيء محملين فيه، ممكن يرسموا مثلا بندقية أو رصاصة أو دبابة، لما عم يرسموا فيروز وعم يرسموا القدس وعم يرسموا شجرة الزيتون معناتها عندهم فكر كتير صح، سلام، عندهم فكر سلام وعندهم فكر مزبوط، انه هن عم يمشوا بالاتجاه الاقوى، واللي مثل ما قال، عفوا ما عرفت مين بس يمكن على صوته قلت يمكن الاستاذ نبيل السمان، انه هلا احنا حرب فكريه، حرب مجتمعات صارت متطوره، حرب عرفتي انه ما عادت الحرب القديمه اللي كانت كل مالها عم تتطور، عم نحكي عن ثقافه وتراث مادي وغير مادي. طبعا معناتها انه انا اللي لاحظته انه اطفالنا مبلشين بالخطوات اللي كتير صحيحة، وبعدوا عن مجتمعاتنا صحيحة العربية اللي دائما بيطلع الإعلام الغربي وبيهاجمنا إنه لحنا ناس دائما عند الحروب والقتل والضرب، هاي الفكرة أكيد بانا موجودة أبدا، يعني لما يرسموا لك فيروز ويرسموا زيتونة ويرسموا المسجد الأقصى معناتها هن بالطريق الصحيح وبالحس الحلو الجميل صراحة، يعني كتير ممنونين لإلهم. تمام، خلينا نحكي عن اللوحة اللي شاركتي فيها بهذا المعرض. صراحة أنا سألت كثير، أنا قلت لهم ما كان عندي أنا لوحة، لأنه لحنا بالنسبة لنا أنه كل اللوحات اللي كانت موجودة هي تعبير عن سوريا، عن سوريا الوحدة، عرفتي كيف، أنه من كلياتها، عرفتي من لبنان للشام للأردن لفلسطين لكلياتنا، أنه لحنا أرض وحدة، للعراق أنه لحنا أرض وحدة ومصير واحد، وهي أجمل لوحة أنا بعتقد صراحة الموجودة، واختلاط صوت فيروز رحابني بالأرض، لأنه نحن بنعتبر فيروز هي بتعرفي شلون هي من الشام من الماردين، يعني عرفتي، وهي قصارة السلام والمحبة، أنه ارتباطها مع هالمعرض الحلو وبهالوقت الحلو، كلنا بنعرف انه فيروز مرتبطه حتى بمعرض دمشق الدولي، مرتبطه بالشام ومثل ما قالوا بشوارع القدس العتيقه، انه هذا هو اللوحه اللي نحن فعلا بدنا اياها، وهي اللوحه ان شاء الله تكون وصلت لاكبر عدد موجود ان شاء الله. عم بقرا هون شيء، او خلينا نحكي عن هالقطعه، فلسطين في مسكن روحي، خلينا نشوفها لو سمحتوا، نحكي عن هي القطعة خصوصيتها، شغل مين؟ هي شغل رفيقتنا اسمها رانيا عويس، بتشكرها كثير، بس هي صراحة مو قطعة جديدة، وهذا كمان بيخلينا نقول يعني تقريبا عمرها بدك تقولي شيء 7-8 سنين، كمان كان في وقت لفلسطين عملناها،
انه عندنا ارتباط مثل ما قلنا انه احنا ارتباطنا شوي قوي بفلسطين، مو من جديد، من قبل كمان تربينا على هي القضية. تربينا ولا وهي دائما معنا يعني بمشاعرنا وبفؤادنا وبتفكيرنا وبكتاباتنا وبكل شيء. وان شاء الله مثل يعني انا بتمنى انه مثل ما عملنا هالمعرض، دائما بقول انه هالمعرض ينتقل كله بلوحاته ومع فنانين ومع السيده فيروز، ونعمله بالقدس ان شاء الله قريبا ونكون كلنا سوا ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. مثل ما شفنا بالآونة الأخيرة تداولت كثير من الصور من مقاطع الفيديو لشباب، شيوخ، لاعبين كرة قدم، فنانين، أطباء، كلهم عم يتضامنوا مع القضية الفلسطينية. قديش مهم هذا الشيء، كل شخص من مكانه عم يعبر عن حبه، قادر يوصل رسالته، قادر يعبر عن حبه لفلسطين. هذا صراحة هي الرسالة اللي نحن بدنا اياها توصل، ومشان هيك نحن بمؤسسة بدايات اخترنا انه كمان نوصل نحن الفكرة عن طريق الفنانين الموجودين وعن رسالتنا مع فيروز قيصارة السلام اللي نحن بنسميها، لأنه هذا المضبوط وهذا الصحيح. يعني انتم كاعلاميين لكم، نحن كمؤسسات اجتماعيه لنا دورنا الفاعل، الدكتور له، كل حدا صراحة له، ولازم نحن يعني مثل ما بيقولوا نكون ايد واحدة لنوصل الصورة الصحيحة اللي كمان الغرب كان عم بيتميز. والصراحة أنا هلأ حاليا كتير بهني الكل، لأنه بعتقد أنه بلشنا فعلا نوصل الشيء اللي بدنا إياه، وبلش صوتنا يوصل وصوت فلسطين يوصل أعلى. ومثل كمان ما حضرتك تفضلتي، يعني حتى الغرب كمان بلش هلأ يعرف أنه لحنا وين، موقعنا وين، والعدو وين. هو الغرب بيعرف، يعني اليوم ما حدا ما بيعرف الحقيقة اللي نحن عايشين فيها، ولكن اليوم يمكن الطوفان الأقصى عمل ردة فعل كتير كبيرة، مو بس عند البلدان العربية، شفنا اليوم في دول أجنبية يعني طلعت وعملت اعتصامات وتضامن مع فلسطين. اليوم هذا الشيء عمل خلل بالرأي العام، يعني دائما نحن عم نحكي عن قوى عظمى اليوم هي عم تحكم بالوضع، ولكن هذا الشيء صار في خلل بإبداء الرأي. خلينا نحكي شوي عن بدايات، يعني بالبدايات ونرجع مو للبدايات لل 2017، نرجع اليوم عشو عم تركزوا أكثر شيء. حكينا عن المعرض، عن ست فيروز، عن الوقفات التضامنية، وعن الهدف الإنساني الخيري لكم من عملكم. يعني خلينا نحكي اليوم عن بدايات توجهاتكم. بس بدي أقول لك شغلة من كلمة بدايات تعقيبا لحكيك، أنه فعلا بقولوا لابد للظلم أن ينجلي. بدي حلو البدايات، هي البدايات، بدايات كل شيء بدنا نرجع. بقى الظلم يعني انا بقول انه يمكن صار الوقت هلا لينجلي ان شاء الله. وبدايات نحن بمؤسسه بدايات صراحه نحن بنروح للاجتماعي والتنموي. هلا عملنا مشروع اسمه سلمى، هو وحده اسنان متنقله بتعالج الاسنان مجانا. مجانا لان كثير بقول لك في بالدول اوكي بس هديك مدفوعه او بيكون التامين. نحن للعجزه والكبار بالعمر اللي ما بيقدروا ينزلوا من بيوتهم وبيكون عندهم مشاكل صحيه بالاسنان. وهلا عم ننشئ وحده النبيل كمان للعيون، نفس الاسنان للعيون. وعندنا مشروع اسمه نبتها، هو للزراعه المستدامه تنموي. ونحن بنحط بين قوسين انه نحن مشاريعنا بالدرجه الاولى هي مشاريع وطنيه. وصراحه كلياتنا مع المتطوعين، نحن فريق واحد. يعني كل حدا بيستلم من المتطوعين او نحن اداره اي مشروع، ما عنا مثل ما بيقولوا انه اداره او لا ابدا، كلياتنا واحد. كمان ان شاء الله نقدر نوصل مثل ما بيقولوا رسالتنا. وهلا كثير مجتهدين على موضوع البيئه، وعاملين مشروع اسمه تحدي انه بدنا ننزل سعر البيض والحليب ان شاء الله مشان يصير متناول كل الاطفال ان شاء الله. ان شاء الله. بدنا كلمه اخيره من حضرتك لاهلنا في فلسطين. مثل ما قالت لهم السيده فيروز، عائدون وزهرة المدائن بتضل القدس وبرأي فلسطين. وبدي أقول أنه سوريا كلياتها وحدة متواحدة، ونقول لهم لفلسطين أنه تحيا سوريا، ولحنا راجعين وجايين كلنا سوا إن شاء الله، ورح نكون قلب واحد وإيد واحدة. وبرجع بقول الكلمة الأخيرة أنه لحنا هذا المعرض إن شاء الله بوجودكم ووجود كل السوريين رح نعمله بالقدس قريباً إن شاء الله. اليوم ما في غير الأمل، نحن عم نعيش الأمل بالعودة وحق العودة إن شاء الله. إن شاء الله. أمل بكل شيء بحياتنا. شكرا لإلك ولحضورك لليوم. شكرا لإلك، يعطيكي ألف عافية. شكرا. أما هلا رح